السلام عليكم. قبل ما نبدأ هاي الملخص الحالات الستيدي ستيت ايرور والسيستم تايب، لما يكون السيستم تايب عندي الانبوت ستيب انبوت والسيستم تايب زيرو، بنلاحظ انه الستيدي ستيت فاليو بيعطيني فاينايت، لما تايب واحد وتايب اثنين بيعطيني ايش؟ زيروز. لما الانبوت يبقى عندي رام السيستم تايب 0 بيعطيني الستيدي ستيت انفينيتي، الان بيعطيني تايب 1 بيعطيني فاينايت الستيدي ستيت، تايب 2 بيعطيني ايش؟ 0. الان بارابوليك انبوت بيعطيني للتايب 0 وتايب 1 بيعطيني انفينيتي ستيدي ستيت ايرور، فاينايت لتايب 2 تايب 3 او اكثر بيعطيني ايش؟ الستيدي ستيت بيساوي زيرو. هذا الملخص. الآن لما نتكلم على السيميليشن دايجرام، السيميليشن والابروكسيميشن نوميريكال، عندي زي ما حكيت ثلاثة: يوزنج باكورد ديفرنس ايكويجن، يوزنج فورورد ديفرنس ايكويجن، ويوزنج الايش؟ الترابيزويدال. الآن الفرق بين الثلاثة، خليني بس أعطي بالملخص الماثماتيك هيو موجود عندنا، بس الفرق بينهم إنه ايش؟ الباكورد ديفرنس ايكويجن بيبقى عندي لو السيستم از ستيبل في الكونتينوس، لما انا احوله لا ديسكريت بيعطيني ستيبل، بس ايش بيعمل لي؟ بيختصر لي الهول ليفت هاف بلين في جزء انسايد الرايت هاف سايد اوف ذا يونت سيركل. الان بالفورورد ديفرنس ايكويجن لو السيستم عندي ستيبل بالكونتينوس، مش بالضروره يطلع عندي ستيبل بعالم الديسكريت، وهذه مشكلة للسيستم عندي ككل. الآن لما نتكلم على الترابيزويدال، في الترابيزويدال بتبقى إيش عندي؟ لو السيستم ستيبل بيعطيني ستيبل في الديسكريت، وهذا بيعطيني حاجة واحدة إيش هي برضو؟ إن الليفت هاف بلين اللي هو كل المنطقة الستيبل بيعمل لي إياها مابينج لا the whole unit circle اللي هي الـ stable region، وهذه من الشغلات الإيجابية في الترابيزويدال. لهذا السبب اللي بتلاقي معظم الشغلات مبنية على استخدام الترابيزويدال. هذه أهم الخطوات بس اللي حبينا نحكي فيها بالنسبة للـ simulation approximation، وبعد هيك إن شاء الله بندخل على chapter 7 وحنتكلم بشكل أساسي على موضوع الـ stability في السيستم. ويعطيك العافية لهذا الأسبوع. مع السلامة.